خاطئة من سارة وإرسال قوي و25-8. بنقول ألف ألف مبروك فوز النادي الأهلي بمسابقة كأس مصر في لقاء قوي ومثير من الفريقين، ولكن استطاع النادي الأهلي أن يفوز بمجهود أولاده إن هم عملوا مباراة قوية جدا. ألف مبروك ومزيد من التقدم إن شاء الله. شكرا، كان معكم معلقكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء.